بعد ما تكلمنا في الفيديو السابق عن الاخطبوط بول في توقع نتائج مباريات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، استمر مسلسل الاستعانة بالحيوانات لتوقع نتائج المباريات، وهذه المرة كان الدور على الفيلة، والبداية مع الفيل سيتا اللي فشل في توقعاته خلال نسخة 2012 لكأس أمم أوروبا. تواصل الاعتماد على الفيلة لتوقع نتائج اليورو والفائز باللقب، ووقع الاختيار على فيل بديل أطلق عليه نيلي في نسخة كأس أمم أوروبا 2016 اللي استضافتها فرنسا، وأثبت نجاحه بشكل كبير. وعلى عكس كل التوقعات، تنبأ الفيل نيلي بتتويج منتخب البرتغال بلقب اليورو 2016 على حساب أصحاب الأرض فرنسا. وبالرغم من قوة المنتخب الفرنسي في ذلك الوقت، إلا أن البرتغال حققت المفاجأة وتوجت باللقب بالفوز 1-0 في المباراة النهائية لتصدق توقعات الفيل نيلي. هذه المفاجأة البرتغالية التاريخية كتبت اللقب الأول والوحيد حتى الآن للأسطورة كريستيانو رونالدو في اليورو. في السنوات التالية تم الاستعانة بكلب البحر والمنجمين لتوقع النتائج حتى وصولنا إلى النسخة الحالية اللي تدخل فيها الذكاء الاصطناعي وتوقع تتويج إنجلترا باللقب لأول مرة في تاريخ البطولة. هل تصدق توقعات الذكاء الاصطناعي أو ترشح منتخب ثاني للفوز بالكأس؟